يتصدر الباذنجان الصغير الحجم المشهد في أسواق الخضار بدمشق مع حلول فصل الخريف، حيث يحين موعد صناعة وتموين المكدوس أحد أشهر أطباق موائد إفطار وعشاء السوريين وأكثرها شعبية. للمكدوس مستلزماته الأساسية الأخرى كالمكسرات، خاصة الجوز والفليفلة الحمراء التي يصنع منها المعجون الحار الطعم. بعيداً عن ازدحام سوق الهال الشعبي بقلب دمشق، توجهنا إلى أحد المقاهي في باب توما، حيث اعتاد صاحبه برنار جوما خلال السنوات الأخيرة إقامة ما يشبه ورشة عمل لصناعة المكدوس. بسبب الأزمة حتى ما عاد كتير صار في عنا هالجمعات الأسرية خلينا نسميها، فخلقنا جو مثل جو الأسرة تماماً، وصرنا نعمل يعني أشبه بصبحية، إنه حتى في ناس بتعرف يعني تعمل مكدوس عم تجي تشاركنا هالجمعة هالفرحة. هكذا يتحول طقس صناعة المكدوس المرهق إلى مناسبة لطيفة. اليوم نحن حبينا نساعد زرياب بالمكدوس، ونحقيناها فكرة كتير حلوة، لأنه نحن دائما بنشتغلها بالبيت ما بنشتغلها بمحل، فحبينا هيك إنه شغلة جديدة وغريبة. فبلشنا أول شيء بتقميع الباذنجان، أول شيء وبعدين سلقناه طبعاً، ولما سلقناه هو علمنا أنه لازم نكبسه أكتر ونحط فوقه شيء، بعدين تحنيكه، هيك منقول نحن منحنك المكدوس يعني نحط بقلبه ملح، أو تمليح، يعني في ناس تقول تمليح، وبعدين منعصره ونخليه كذا يوم، يمكن يوم أو يومين لأكتر، هن خبراء أكتر، وبعدين منحشي. وبعد كل تلك المراحل التي تستغرق عادة قرابة 3 أيام، أصبح المكدوس جاهزاً للأكل، وبات بالإمكان الاسترخاء بانتظار خريف آخر. محمد الأزن، CNN بالعربية.